يفترض أن البوذية ديانة، وإن كانت غير سماوية إلا أنها ديانة فيها شامة أخلاقية، يعني كل توجيهاتها توجيهات أخلاقية، وأنها تمنع الاعتداء على الطبيعة، تمنع الاعتداء على الآخرين، تمنع الاعتداء حتى على الحيوان. ولكن ما رأيناه وسمعناه وجاءت به الأخبار من ممارسات البوذيين بل كهنة البوذيين أمر مخالف لهذا تماما فيما يجري في بورما مع المسلمين هناك الذين يسمون بمسلمي الروهينجا. الإسلام في بورما بعضهم يقول وصل بعض المسلمين إلى بورما من زمان المأمون العباسي، زمان الإمام الرضا عليه السلام، يعني سنة 203 قبل 1200 سنة تقريبا، 1234 سنة. طيب البعض الآخر يقول لا، إنما وصل الإسلام إلى بورما قبل 700 سنة، سواء هذا أو هذا، قد يكون طلائع الإسلام وصلت ذاك الوقت عوائل محدودة، وقد يكون هذا اللي قبل 700 سنة وصل عدد كبير. فإذا المسلمون في هذا البلد أعمارهم ووجودهم يمتد على الأقل إلى 700 سنة، أرضهم بلدهم أجدادهم على الأقل 19 أجيال طيب عاشت في هذه المنطقة. الأكثرية الموجودة هناك بوذية، بورما نيبال وتلك الأماكن الأكثرية، والتبت والصين هناك أكثريات، تايلاند أكثريات بوذية. طيب مارسوا مع المسلمين ممارسات لا تنتمي أبدا إلى أي مبدأ أخلاقي. إذا واحد يروح إلى التاريخ يطول به المقام، لكن من سنوات السبعينات الميلادية إلى الآن، يعني من 50 سنة تقريبا، أقل من 50 سنة من الزمان، مارس البوذيون في حق المسلمين أفعالا في غاية الشناعة. بدأوا أولا بالتمييز الديني، فأجبروا المسلمين على أن يأكلوا لحم الخنزير. ليش ما تأكلوا لحم الخنزير؟ لازم تأكلوا لحم الخنزير. يا بشنو الخنزير ابن عمك؟ ما يريد أن يأكل، هذا حرام في شريعته، لازم تأكلوا لحم الخنزير، وإلا نفعل بكم ونصنع. طيب اجوا الى اللحم الحلال في المقابل، انتوا قتالة البقر، انتوا تعتدون على الابقار وعلى الحيوان وعلى الطبيعة، يابا انتوا قاعدين تذبحون البشر، تأنفون من ذبح البقر وتقومون بذبح البشر؟ هل هذا مبدأ اخلاقي؟ هل الدفاع عن حيوان أذن الله في أكله لحياة الإنسان دفاع عنه يتطلب أن يقتل الإنسان نفسه؟